هاي بدي أعمل كبة اللقطين على طريقتي. طبعاً من بعد ما أسلق اللقطين وصفي كتير منيح من المي، بزيد عليه كبية وثلاث أرباع لكبيتين البرغل الناعم. كل كيلو لقطين بده كبيتين برغل، وبعجنهم سوا مع بعض، وممكن زيد طحين لحتى تطلع معي العجينة متماسكة بشكل أني أقدر مدها بقلب الصينية. طبعاً ما بدي أنسى الملح، وبحط العجينة على جنب لترتاح. بهالوقت بحضر الحشوة. الحشوة بسلق 3 روس بطاطا، بقشرون وبمعسون على الآخر، بزيد عليهم زيت زيتون وثلاث ملاقع لبنة، بخلطهم كتير منيح مع بعض. ما بدي أنسى الملح، لكن الحشوة هي عبارة عن لبنة وبطاطا مسلوقة وزيت زيتون. صدقوني جربوها كتير طيبة. ومناخد صينية منحط بكعبة زيت زيتون، منبلش نمد أول طبقة من كبة اللقطين كأنه عم نعمل كبة بصينية عادية، ما كتير من رفعها، طيبة شوي سميكة. نرجع منمد الحشوة تاني طبقة. من بعد ما نمد الحشوة منحط جوز مكسر على قد ما بدنا، كتير طيب الجوز بهالكبة هيدي. نرجع نسكرها بطبقة تانية من كبة اللقطين ومنزيحها كأنه عم نزيح ونزين وجه صينية الكبة. من بعد ما نحط لها شوية زيت على الوجه منفوتها على الفرن، بدها تقريبا شي نص ساعة. نحن عنا كله مستوي هون، بس ما تاخد لون، تاخد لون ذهبي بياخد العقل، بتكون يعني استويت. من ظهرها ناكلها مع سلاد وبتتاكل مسقعة، ولا أطيب ولا ألذ. جربوها وخبروني.